ما مدى اكتمال ترتيبات تنصيب ابن سلمان للحكم؟ وإن نجح هل سيحرص على تخدير الشعب؟ ابن سلمان ما عنده مشكلة في أي لحظة ممكن يستطيع أن يعلن، لأنه أبوه الزهايمر ما أدري وين ربه حاطه فيه، بإمكانه يعلن أي لحظة نقلا عن أبوه، يخلي أبوه يعلن يعني. لكن مشكلته أنه يخاف أن بقية باقية من جيوب في العائلة الحاكمة تعتبر هيبة والده هي المانع، وهذا يردده بعض الشخصيات في العائلة الحاكمة، إما يرددونه قناعة به حقيقة أو يرددونه تبريرا لجبنهم وترددهم وخوفهم، يعني يقول والله هو أصلا جبان، هو أصلا عاجز، فيريد أن يبرر العجز، يقول لك والله حنا ما مانعنا إلا هالشيبة هالعود هالمدري إيش، هو الحقيقة لا العود، هو أصلا جبان وعاجز أن يعمل شيء. فهل إذا شال أبوه أو مات أبوه هل ستنتفض العائلة الحاكمة؟ الله أعلم. هو يقال أنه هو خايف من هذا الأمر، وحتى ترامب ما قادر يضمن له أنه يتم هذا الأمر بهدوء، ويريد أن يقضي على البقية الباقية من هذه الجيوب ثم يعلن استلامه للسلطة.